إلى ذلك أكد المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد الحقوقي صلاح الشطي استعداد الإدارة التام لاستقبال الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة غدا وفق المعايير والاشتراطات الصحية، مشيرا إلى وضع ترتيبات خاصة لاستقبال الراغبين بالترشيح من المصابين بفيروس كورونا أو الخاضعين منهم للحجر الصحي، وذلك بعد تسجيلهم في تطبيق شلونك لأخذ الإذن المسبق، ومن ثم يتم التوجه إلى مدرسة خولة المشتركة للبنات للتسجيل، مضيفا أن عملية التسجيل ستستمر 10 أيام بداية من يوم غد وحتى 4 نوفمبر المقبل. مزيدا من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد الحقوقي صلاح الشطي. أستاذ صلاح، يا هلا ومرحبا فيك. ما هي آخر استعدادات وتجهيزات إدارة شؤون الانتخابات لاستقبال المرشحين اعتبارا من باشر إن شاء الله؟ يا هلا ومرحبا فيك أختي، رحب فيك ورحب بالسادة المشاهدين على قناة المجلس. طبعا فور صدور المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنشور في جريدة الكويت اليوم بالعدد رقم 1506 الصادر في يوم الأحد اليوم 25/10. طبعا بإذن الله سوف يتم فتح باب الترشيح غدا صباحا في تمام الساعة 7:30 صباحا في طبعا مقر إدارة شؤون الانتخابات البديل الكان في مدرسة خولة المشتركة للبنات في مقرها منطقة شويخ السكنية. راح يستمر التسجيل لقاية تاريخ 4/11/2020. بالنسبة حق الاستعدادات، أحب أنوه بأن الإدارة طبعا قامت بالتجهيز والاستعداد لاستقبال المرشحين بالتنسيق مع وزارة الصحة، كذلك بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة التربية. مشكورة طبعا لزودتنا طبعا بمدرسة خولة المشتركة للبنات، كذلك وزارة الإعلام. أحب أنوه طبعا بأن يجب هناك طبعا عدة شروط يجب أن يتم مراعاتها عند تسجيل المرشحين، وهو طبعا أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، أن يكون مدرج اسمه في أحد جداول الانتخاب، أن لا يقل سنة في يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره، كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأمرية. طبعا في ظل وجود طبعا وباء كورونا كوفيد 19 المستجد، طبعا لابد أن يتم مراعاة الاشتراطات الصحية طبعا لجميع اللي طبعا راح يتواجدون في مقر المجلس، سواء من إخواننا اللي راح يتقدمون للترشيح وكذلك اخواننا طبعا اللي متواجدين من موظفين اداره شؤون الانتخابات وكافه الجهات المختصه اللي راح تكون موجوده في مقر المدرسه. اذا حظا موفقا لما فيه الخير والصالح للبلاد والعباد، العقيد حقوقي صلاح الشطي المدير العام للاداره العامه للشؤون القانونيه بوزاره الداخليه، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.